أعزائي مشاهدي قناة الطريق، مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من حلقاتنا السياسة والقانون. يسعدنا النهاردة أن يكون معنا سيادة المستشار رفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. والأستاذ باسم صلاح عبد الحميد أمين عام مصر حزب مصر القومي بدمياط الجديدة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الأيام اللي فاتت كانت أحداث متعاقبة ورا بعض، وكان من ضمنها زيارة رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ماركل، فعايزين حضرتك تكلمنا عن الزيارة وعن أهم الأحداث اللي هتتم بعد زيارتها. بالنسبة لزيارة رئيسة وزراء ألمانيا السيدة أنجيلا ماركل، الحقيقة بيؤكد هذه الزيارة بتؤكد مكانة مصر في العالم كله. كون إن رئيسة وزراء أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي وألمانيا معروفة، كون إنها تيجي مصر لزيارة مصر وقيادة مصر السياسية وتعقد مفاوضات ولقاءات ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فده يؤكد إن مصر في المقام الأول في العالم. في العالم يعني، مش الرئيس السيسي اللي راح لها هناك، لا ده هي اللي جاية هنا. طب جاية ليه؟ لان في الفترة الاخيرة كان هناك في شوائب في العلاقات المصرية الالمانية، بالرغم ان عندنا في مؤسسات المانية بتمارس عملها داخل مصر، لكن اللقاء ده بينعش ويجدد العلاقات السياسية والاقتصادية والتنموية. بمعنى ان رئيسة وزراء المانيا مش جاية تتفسح ومش جاية تقضي وقت نزهة، لا ده جاية الناس دي ما تعرفش الا العمل. فجت حضرت هنا في القاهرة لمدة يومين، عقدت عدة بروتوكولات مع القيادة المصرية، سواء القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي او القيادة الاقتصادية ممثلة في مجموعة الغرف التجارية والصناعية. عقدت عدة لقاءات معهم وعقدت مجموعة بروتوكولات لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر. ونتيجة حماسها في هذا الموضوع تبرعت ب 500 مليون دولار لمساهمة في الاقتصاد المصري، لإنعاش الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري بياخدوا خطوات كويسة وفي تقدم كبير، لكن زيارة المستشارة أنجيلا ميركل لها حسابات أخرى. الغرف التجارية والصناعية ومنها طبعا الشعبة المصرية الألمانية، دول كبار تجار وكبار صناع في صناعات مصر في مصر ألمانية. وعندنا على فكرة بالمناسبة دي عندنا مصانع عديدة الآلات اللي فيها آلات ألمانية، على سبيل المثال المصانع الحربية، المصانع الحربية معظم الآلات اللي فيها ألمانية الصنع. مصانع الحربية عندنا عدد من المصانع الحربية، منذ محمد علي المصانع دي اللي عاملينها الألمان. يعني حضرتك عايز توضح لنا ان في علاقة كانت ما بين مصر وألمانيا في الأجهزة اللي هي المعدات الثقيلة اللي موجودة؟ كانت الفترة اللي فاتت في شوائب في العلاقة. شوائب في العلاقة المصرية لكن الألمانية. حضرتك بتتكلم كان قبل كده، قبل الزيارة بتاعتها كان في شوائب. وكانت العلاقات يعني مش هنقول مجمدة، انما كان فيها شبه من الثبات، مفيش تطور. زيارة المستشارة أنجيلا ماركل للقاهرة جددت وانعشت كل شيء فين. عندها في بالمناسبة دي اصبح النهاردة الانعاش اللي حصل 350 مؤسسة ألمانية داخل مصر هتبدأ تشتغل من جديد. 350 مؤسسة ألمانية بعدد كبير مش صغير، وبعدين المؤسسة الواحدة تعادل مئات المؤسسات من بلدان اخرى. احنا بنقول دايما الآلة الألمانية اقوى آلة في العالم واضمن واحسن آلة في العالم،
واحنا شايفين حتى في صناعه السيارات افضل سيارات في العالم كله السياره الالماني زي المرسيدس والباسات والحاجات دي كلها الماني الرقم واحد الالماني الالمان فلا يعلوها تاني. وجود المستشاره في مصر على مدار 48 ساعه عمل انتعاشة اقتصادية وبعدين هي برضو يعني تتميز رغم انها ست لانها تتميز بالحكمة الفائقة عملت زيارتين حلوين جدا زيارة للازهر وزيارة للكنيسة المقصود بقى بزيارتها في للازهر او للكنيسة عند قداسة البابا ان هي في التوقيت ده تزوري يعني ان كان الازهر او الكاتدرائية بتؤكد الغرض من الزيارة للمؤسسة الإسلامية والمؤسسة المسيحية. المؤسسة الإسلامية ممثلة في الأزهر الشريف والمؤسسة المسيحية ممثلة في الكاتدرائية المرقسية في العباسية. الغرض منها إنها عايزة تعلن إنها ضد الإرهاب والوحدة الوطنية ضد الإرهاب وإنها مع الناس دول اللي هم ناس إيه أهل السلم بعيد عن ايه عن الافكار الشريره. الازهر الشريف هو بيمثل الاسلام المعتدل والكنيسه المصريه هي تمثل التسامح اللي بينادي بيه برضو السيد المسيح. فبمقتضى الكنيسه والازهر في اتجاه المانيا بتؤيد هذا الاتجاه بتؤيد وبتدعم هذا التلاحم الوطني اللي موجود ما بين الازهر والكنيسه. والنهارده بيت العيله ما هو بيت العيلة اللي هو معمول من الأزهر والكنيسة لحل أي مشكلة تطرأ أي لحل أي فتنة تطرأ ما بين الإسلام وما بين المسلمين والمسيحيين ولو إنها بتظهر حين وآخر فتن نكدنا نصفها أنها حالات فردية أو شخصية لكن على المستوى العام ما فيش إلا في المرحلة الأخيرة موضوع العريش والارهاب اللي جاي من ناحيه حماس واحنا اتكلمنا فيه في حلقه في هذا الموضوع ان حماس هي اللي بتصدر الارهاب لمصر عن طريق مجموعات تنظيم داعش ومجموعات بيت المقدس. انما الازهر اعلن تضامنه الصريح مع اقباط العريش وبالعكس كمان ده اعلن تدعيمه ماديا وفي قوافل مساعدات من الازهر راحت لبورسعيد سوري لاسماعيليه للمهجرين وقالت ان مفيش حاجه اسمها تهجير للاقباط. الاقباط لازم يعودوا الى منازلهم مره اخرى وده عايز تضافر ما بين قوات مسلحه مصريه شرطه مصريه شعب مصري ازهر كنيسه خمسه دول عندما يتضافروا كل شيء هيتحل وكل شيء هيبقى كويس. وفعلا اتحلت امور كتيره وزياره ميركل للازهر وللكنيسه تؤكد للعالم كله ان الازهر والكنيسه يد واحده ما عندناش فتنه طائفيه داخليه انما الفتنه بتيجي مستورده فعلا من بره. فالنهارده المانيا اقوى دوله في الاتحاد الاوروبي بتدعم الوحده الوطنيه داخل مصر. تمام. ما ننساش ان زيارتها اختتمتها برضو زياره لطيفه الاهرامات لطيفه جدا وكانت احتفاليه الشعب المصري نفسه كان راضي عنها على سفح الاهرام. الاهرامات دي اللي احنا كمصريين وفراعنه اللي احنا بنعتز بيها وفراعنه هو ده التراث بتاعنا. يعني لما تيجي رئيسة وزراء اكبر دوله في العالم اللي هي المانيا وتيجي في الاهرامات ويتعمل لها حفله تليق باسمها وتليق بالبلد بتاعتها بلد المانيا وتليق بطبيعه الشعب المصري وحضاره الفراعنه كانت جميله. بعدين كانت رساله برضو حلوه للعالم اجمع ان داخل مصر في امن وامان بالزبط. وبالتالي هي في الاهرامات ويعني الامن برضو ايه ما بيبقاش محكم جامد قوي رئيسة وزراء اكبر دوله في مصر وكل حاجه ماشيه كويس والامن مستتب وتنقلاتها عايز اقول لك على حاجه تنقلاتها ما في الشارع كانت عاديه يعني الناس كانت واقفه في البلكونات
تتفرج على أنجيلا ماركر وهي دخلة كدرائية. أنا شفته على الطبيعة. إحنا كنا بنصور هناك. والله. كنا هناك بنغطي الحدث وكان في أمن مكثف كان داخل الكاتدرائية، بس كان في نظام وكان الدخول منظم علشان يأمنوا الزيارة. يعني كانت الموكب بتاعها ماشي في الشارع المصري عادي، ولا كانت عادي جدا ولا طبعا كانت نزلت بالباراشوت؟ لا طبعا عادي جدا، وده اللي احنا بنقوله. يعني اذا ده يدل ان في امن في مصر. بالظبط. يعني ما فيش ما في امن. كانت زيارة يعني اولا من نوعها من فترة طويلة. بالظبط بالظبط. ان هي ما كانتش نزلت من فترة يعني، وفي نفس الحدث او نفس الوقت ده بتؤكد دايما ان في امن وامان في مصر. لا وانا بتكلم باخص بالذات الاهرامات، لان الاهرامات التحكم في الامن فيها برضو مفتوح يعني مفتوح. فمعنى ان هي تبقى موجودة في الاهرامات وما فيش حاجة، دي اكبر رسالة للعالم ان في امن وامان داخل مصر. استاذ باسم انا عايز اسأل حضرتك، بما انك امين عام مصر حزب مصر القومي بدمياط، كم حزب في دمياط ولا يعني هو الحزب بس واحد؟ كم عدد الأعضاء اللي موجودين؟ حضرتك كلمنا عن الموضوع. يعني كم حزب معين ولا كم عدد أعضاء كحزب مصر القومي؟ لا بص الاثنين. احنا الأحزاب موجودين، يعني في حزب مصاب الوطن موجود، حزب الوفد موجود، يعني دولت يعتبروا أشهر أو أعلى حزبين باينين حاليا في دمياط. يليهم احنا كأمانة دمياط بالنسبة لحزب مصر القومي بأن في حدود من 4 شهور ل5 شهور في الحدود دي. الأمانة دي اتفتحت الأمانة فتحت كحزب مصر القومي أو تفعلنا بها من 4 شهور ل5 شهور. تمام. ولكن في الوقت الحالي اسم حزب مصر القومي بيسمى من أعلى حزبين يعتبروا كانوا هم في الأول كحزب مستقبل الوطن أو مستقبل أو الوفد. احنا حاليا كحزب مصر القومي يعتبر يعني ظاهر كرقم واحد حاليا. كم عدد افراد يعني الحزب؟ احنا حاليا بالنسبه لمحافظه دمياط النهارده بالنسبه للامانه او للعموميا احنا تخطينا ممكن فوق الـ1000 حاليا. ده الجديد. ده الجديد. ده مجموعه جديده. ايوه. انما يعني هو في قاعده كبيره فعلا في دمياط. ده انا بكلمك بالنسبه لمدينه تتراوح 7000 واحد. لكن احنا بنتكلم على محافظه دمياط. احنا تخطينا فوق الكلام ده. يعني اوتر كمان يعني حاليا انا بتكلم بالنسبه لدمياط الجديده. حلو قوي ان في وقت قليل جدا وصلت ال1000. واحنا طبعا عضو صديف حد ذاته النهارده. النهارده كل عضو او بيجي ينضم الحزب حاليا في الوقت الحالي بالنسبه من بعد ثورات ومع المستشاري يعرف يقول لك الحزب هيقدم ايه او يعمل. بالظبط. احنا النهارده انا كان عندي اجتماع حاليا يمكن امس، احنا اتكلمنا في موضوع الحزب مصر القومي ده حزب يعني مين مدعمه او مين اللي بيتكلم او مين اللي بيدي او مين اللي بيعمل. احنا بنقول لهم حزب مصر القومي ليس له تدعيم خارجي. احنا النهارده كلنا تدعيم ذاتي يعني ذاتي باعضائنا برجال اعمالنا اللي مشاركين معانا وبنقدم. احنا في الاول حزب سياسي ويليه كلمة خدمي، يعني احنا بندي خدمات عامة للناس. الخدمات اللي بتقدموها هناك احنا بنقدم اي خدمات اللي انا عايزة اللي الخدمات اللي هي على ارض الواقع. احنا النهاردة بالنسبة لامانة دمياط الجديدة عملنا بروتوكولات وتعاقدات مع مراكز تحاليل طبية مع مستشفيات ومنهم دار العيون، ومستشفى دي يعتبر من اكبر المستشفيات الخاصة بدمياط، مستشفى جامعة الأزهر بنبدأ بها بالفعل تعاقد وبدأنا نتعامل معها، وده كله للأعضاء. تمام. لخدمة يعني المواطنين. لخدمة المواطنين وبنزيمات خصوبات يعني خصم على التحاليل، خصم على الكشف. اتعاقدنا مع صيدليات فيها خصم على أدوية. تمام. ماشي. بنقدم الخدمات اللي نقدر احنا نتوصل لصوت المواطن ما يقدرش يوصل للمسؤول. احنا النهاردة بيعتبر لسانه في توعية هناك حضراتكم بتعملوا ندوات توعية؟ طبعا احنا حاليا بنحضر لندوة ودورة في التنمية البشرية تحت رعاية حزب مصر القومي ان شاء الله بننسق فيها بإذن الله قريبا. وكان عندنا ندوات تثقيفية وطبية بالفعل
لان احنا الاعضاء عندنا برضو في دكاتره في التنميه البشريه موجودين، في دكاتره صيدلانيه بيد عن درسين في الطب البديل، وبالفعل كان عندنا ندوه من كام يوم في المقر عن الطب البديل. في حاجات كتيره جدا احنا قايمين بيها، وطبعا يعني تحت قياده المستشار رفاهيل وبتوجيهات معاليه احنا بنقدم الجديد، وان شاء الله حزب مصر القومي باذن الله هيكون رقم واحد في مصر، وهو رقم واحد في مصر حاليا يعني. تمام. احنا دايما الاحزاب اساسا عادت يعني في حاليا في حاله ركود شويه، في ركود، لكن يعني احنا النهارده بادئين يعني احنا واقفين. الاحزاب في ركود بمعنى بمعنى ايه؟ يعني اعمالها اعمالها شبه مجمده، مجمده يعني على شبه شبه يعني امتى الاعمال تبقى فعاله؟ زي ما قال لك الاستاذ باسم كده بالعمل الخدمي، يعني لما يجي مثلا تعاقد مع مستشفى من اكبر مستشفيات دمياط بحيث انها تعالج المرضى بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و50% بالنسبه لمعامل التحليل اللي تقدم خدماتها بتخفيضات تتراوح ما بين 50% و60%، بالنسبة للصيدليات لما الحزب يعمل تعاقدات مع الصيدليات، على فكرة هو اللي بيعمله في دمياط موجود في كل المحافظات بما فيها القاهرة. تمام. لما يعمل تعاقدات مع صيدليات، صيدليات كبرى عندها كافة أنواع الأدوية، محلي ومستورد، المحلي والمستورد بتخفيضات من 5% إلى 15%، يبقى إذن 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 الحزب بيعمل خدمات فعلية على أرض الواقع للمواطنين الغلابة. المواطن المبسوط الغني ما يتهموش الكلام ده، لأنه بفلوسه بيعمل اللي عايز يعمله. بفلوسه يتصل بأحسن مستشفى ويدخل المريض بتاعه في مستشفيات استثمارية غالية. لكن احنا كل همنا ايه؟ المواطن البسيط، المواطن الغلبان اللي احنا بنعمل كل جهدنا عشان نحلله مشاكله. ده بالنسبة للخدمات الطبية. ايضا في خدمات انسانية كثيرة في مجال دار الايتام، في مجال المرضى في المستشفيات، زيارات، في مجال حتى في الناحية الدينية. يمكن في توعية دينية بحيث تقبل الآخر من الناحيتين. طبعاً. يعني طبعاً. إن كان وزاد عليها رجال ديني مسيحي أو رجال ديني إسلامي، لجنة شؤون الأديان اللي مع المستشار يعتبر حطها على قيمة الله في الحزب الجديدة، وديت احنا قمنا بتعيين بالفعل مجرد ما أصدر قرار بلجنة شؤون الأديان. أصدرنا النهاردة إن في هيكون في جزء أمن للجنة دي، أمنة لجنة أمين لجنة شؤون الأديان، واحد مسلم واحد مسيحي، واحد مسيحي. تمام، للتوعية. واحنا قبلها كنا بنعمل ندوات برضو في التوعية الدينية. يعني احنا بدأنا كان من قبلها، ولكن تعميمها من المعالي المستشار كلجنة أساسية قمنا بالفعل بترتيبها وكرنهاتها. الحقيقة عايز اقول لك حاجة استكمالا لكلام الأستاذ باسم، بعد أحداث العريش تولدت لدي فكرة سريعة ان لابد الحزب يعمل امانات متخصصة في كل المحافظات، امانات للشؤون الدينية، يبقى فيها عدد من المسلمين وعدد المسيحيين المعتدلين، بهدف عمل محاضرات وندوات دينية لتوعية الشباب وتوعية المواطنين دينيا ونشر ثقافة الاسلام المعتدل وثقافة المسيحية المعتدلة، عشان خاطر الشباب ما يبقاش على دي عندنا فكر. شباب واعي، لا واعي بس بسرعة. لكن في بعض الشباب بيتجه الى افكار داعشية وافكار اخوانية، فده الافكار المسممة دي احنا بنواجهها بفكر ديني معتدل، هناك فكر ديني متطرف، هنا فكر ديني معتدل. عندما الفكر الديني المعتدل يبث الاسلوب الديني المعتدل، من المؤكد ان الشباب هيفهم الحقيقه دي وهتبقى ايه. يبقى احنا حرقنا الفكر الداعشي والفكر المتطرف عشان مواجهه الفكر بالفكر. بالظبط.
أنا عايزة أقول لحضرتك بس، هل في قبول من المواطنين على الندوات اللي حضرتك في حزب مصر القومي بيقوموا منها؟ كان في قبول فائق لدرجة إن أنا يعني حتى مقر الحزب ما كانش بياخدهم. بتلاحظ القبول يعني العدد أكتر من السيدات ولا الرجال؟ والله الاثنين. يعني الاثنين مهتمين. لا على فكرة في كم حلو من السيدات في. احنا عندنا كم يعتبر من السيدات أكتر كمان على الرجال. السيدات مستفزة. وعلى فكرة كلهم عندهم أنا بتابعهم أنا بتابعهم على جهاز الفيسبوك. طبعا على صفحة. بصراحة. عندهم يعني انا عندي قبول تطور للاعضاء. تحيه كبيره لسيدات دمياط اللي متابعين حزب مصر القومي عشان بس تعرفوا ان السيدات يعني لما بيمسكوا اي منصب بيبقى ايه جديرين بالمنصب. انا بقول دايما كل رجل العظيم امرأة ده ليه يعني احنا ماشيين بكده دايما. هنطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل الجزء الثاني من حلقتنا وحكم براءة الرئيس حسني مبارك. هنناقشه مع حضراتكم بعد الفاصل، انتظرونا. دلوقتي تقدر تظبط قناة الطريق على موبايلك مع أسهل وأسرع تطبيق ذا واي تي في. لو عندك ماك اكتب ذا واي تي في من غير أي فواصل في الأب ستور، ولو عندك أندرويد اكتب ذا واي تي في برضو من غير أي فواصل في البلاي ستور. حمل أبليكيشن قناة الطريق وشوف برامج الهواء، وتقدر كمان تتفرج على قناة نغمة 24 ساعة ترانيم، وكمان تقدر من نفس الأبليكيشن تشوف كل فيديوهاتنا على اليوتيوب، وتقدر كمان تساعد القناة وتشاركنا ماديا. أبليكيشن قناة الطريق، افتحه وانت في أي طريق. قناة الطريق، طريقنا وهنكمله. رجعنا لحضراتكم تاني ونستكمل الجزء التاني من حلقتنا وحكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك. أولا نرحب بضيوفنا اللي موجودين معانا، وزي ما حضرتك شفت السؤال، حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من الأحكام اللي هي كان واخدها، تعقيب حضرتك. هو ده سؤال ولا عنوان؟ لا عنوان وسؤال. عنوان وسؤال ماشي. طبعا أنا بقول تعقيب حضرتك. تمام. عشان في ناس كتيرة معترضة على البراءة، وفي ناس كتيرة مؤيدة براءة. لا يستطيع إنسان أيا كان يعترض على الأحكام القضائية إطلاقا. الحكم زي ما بنقول هو عنوان الحقيقة. في ناس بتتكلم على اساس ان هو كان سبب وسبب وسبب اسباب كتيره لضياع الدوله وضياع هيبه الدوله والفساد ووي نصبوا حاجات كتيره على الرئيس الاسبق حسني مبارك، وفي ناس تانية مع الرئيس حسني الاسبق حسني مبارك وقالوا لا هو كان وطني لابعد الحدود وكان ممكن يهرب وكان ورغم كده هو يعني ما يعني فضل في البلد ورضي بالاحكام اللي اتحكمت عليه وهو كده اتحاكم وخلاص الموضوع انتهى. في ناس مع وفي ناس مع وضد. حضرتك مع ولا ضد؟ مع وضد او ضد مع. تمام. ليه؟ انا كنت ضد الرئيس حسني مبارك وقت ما كان هو رئيس الحكم رئيس مصر، كنت ضده. ليه؟ كان جت فترة فيها الفساد كبير وخاصة في الانتخابات انتخابات البرلمانية والمحلية. كان هو بصفته رئيس حزب الحزب الوطني وهو الحزب الحاكم هو كان يعني الحزب بيعمل ما في بداله، وكلام الحزب هو اللي ماشي على جميع المواطنين أرادوا أو لم يريدوا. فكان هناك تزوير في الانتخابات البرلمانية والمحلية مش عن طريق الرئيس حسني مبارك، عن طريق مجموعة المجموعة اللي بتشتغل مع حسني مبارك تحت منه بمسافات يعني الوزراء وبعض القيادات اللي كانت معاه هم اللي كانوا بيقوموا عملية التزوير، وكانوا بيضللوا الرئيس حسني مبارك بتقارير وهمية انه كله تمام يا باشا، كله تمام يا سعادة الرئيس، الناس أدلت بأصواتها والنتيجة الاستفتاء على الرئاسة 99.9. تمام. فكرني في فيلم الرئيس اللي كان عاملينه، الفيلم اللي هو كان طالع طباخ، انا مش فاكره الاسماء طباخ اللي كان كل ما حد يساله يقول له تمام يا ريس، والناس عماله تشتكي من بره ومش واصله له المعلومه لغايه ما المعلومه وصلت له من الطباخ بتاعه. بالظبط. هنا دي الحقيقه، دي الحقيقه المره ان وقت من الاوقات رغم يعني هتكلمك عن حسنات الرئيس حسني مبارك فعلا رغم خلافي معاه في موضوع التزوير في الانتخابات الا ان بكن له
أقصى درجات الاحترام، لأنه رجل بطل، بطل من أبطال القوات المسلحة، وهو صاحب الضربة الجوية الأولى اللي أجهضت إسرائيل في حرب 67. وهقول لك حاجات كتيرة عن حسن مبارك شخصية، يعني ربنا يديله الصحة وربنا يديله العافية ويديله طولة العمر. هو راجل كبر في السن قوي، لكن بصراحة الشعب المصري بيحبه مش بيكرهه، بيحبه. حتة بقى أنا كنت ضده ليه؟ عشان الفساد في الانتخابات وفي المحليات. كان الحزب الوطني مسيطر على كل حاجة، ورجال الحزب الوطني في منهم شرفاء وفي منهم فاسدين من الطراز الأول، فاسدين بمعنى فاسدين يعني. فكانت المحليات فيها فساد بسبب ان اللي كانوا اللي بيترشحوا واللي بينجحوا هم بتوع الحزب الوطني. مفيش حد بره الحزب ينجح في انتخابات المحليات. ايوه طبعا. وبرضه في انتخابات البرلمانيه ما كانش حد ينجح من خارج الحزب الوطني، الا قله بسيطه كانوا هم بيسمحوا لها انها تنجح عشان يدوا منظر العام للعالم كله على ان بس باقي الحزب هو يوم ما ادوا فتحوا المجال شويه، يعني عدد كبير من الاخوان نجح في 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 سنه 2005 تقريبا، نجح عدد كبير من الاخوان. يعني عدوا 60 عضو من الاخوان، ودي كانت حته بقى يعني رغم ان هم فتحوا الديمقراطيه زي ما بيقولوا الا انها كانت يعني نتائجها وخيمه. عايز اقول ان الفساد موجود وحتى الان. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبذل جهد واسع جدا وكبير جدا وعالي جدا، لكن ما زال في فساد. بالظبط. الفساد فين؟ الفساد في المحليات. والفساد فين؟ حتى الانتخابات البرلمانيه بالرغم ان ما فيهاش تزوير، انما فيها تزوير معنوي. مش مادي، معنوي. يعني ايه معنوي؟ يعني النهارده لما يجي يقول لك ايه تحالف، مثلا تحالف معين يعني في حب مصر ولا دعم مصر، طب ما هو هنا بقى الكلام بيتقال ان التحالف ده بتاع الرئيس. لا، ما هو مش بتاع الرئيس، بس في اسماء بيحاولوا يعملوها على الرئيس. بالظبط. او بيحاولوا يقولوا ان هي تبع الرئيس، هذا دعم الرئيس، هذا يعد تزويرا معنويا مش ماديا. ماديا يعني حضرتك بتقصد كل الاحزاب اللي هي بتدعو لمسانده الرئيس، لتأييد الرئيس. لا، احنا كلنا وحزب مصر القومي على راس من يدعم الرئيس وسياسه الرئيس وكلا. لكن انا بتكلم في انتخابات البرلمانيه كان في تحالف في حب مصر، وقيل ان ده التحالف ده اللي هو الظهير للرئيس، ولا كان الرئيس عامل ظهير له، والراجل اعلن كذا مره. لكن المفهوم لدى العالم، لدى الشعب هذاك، عشان في سوء فهم في الناحيه او الوعي السياسي. فكان ان التحالف ده هو اللي اكتسح الانتخابات، القائمه بتاعته هي اللي اكتسح. انا بعتبر هذا ده تزوير معنوي، وبقولها علنا في كل المحاضرات وكل الندوات، ده تزوير معنوي. لكن ايه ذنب الرئيس فيها؟ ملهوش ذنب. الذنب في القيادات اللي تحت خالص، وفي الوعي لدى الناس. الوعي السياسي مش موجود بطريقة زي ما بنشوفه في أمريكا، في أوروبا، في بلدان متطورة، حتى في بعض الدول العربية زي الإمارات والكويت، فيهم عندهم وعي برضو الحقيقة. يعني حتة التزوير المعنوي والمادي مش موجود. مفيش تزوير لا مادي ولا معنوي. حسن مبارك بلا شك ومفيش اتنين يختلفوا فيه انه رجل وطني من الطراز الاول. الاتهامات التي وجهت اليه في العديد من القضايا، ومنها قتل المتظاهرين والاستيلاء على مقرات الرئاسة في اماكن متعددة، والاموال اللي قالوا عليها مهربة لبنوك في الخارج في سويسرا، وادعوا هو كلها ادعاءات إخوانية بهدف مصاحبة ثورة 25 يناير، وعشان الثورة تنجح. يعني الثورة دي قامت بمجموعة شباب وطنيين، إنما استغلتها الجماعات الإخوانية في لأهداف
ظهرت فعلا يوم 28. تمام، هرجع يعني لحضرتك تاني، بس هسأل أستاذ باسم. أستاذ باسم، حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حضرتك مع ولا ضد؟ زي ما قال مع المستشار، احنا ما نقدرش بعد حكم القضاء ليس حاجة، ولكن انا لو سؤال شخصي هل معا او ضد، انا معا وبسبب. لو كان الراجل ده ما هوش كويس او راجل وحش، كان متاح له بعد احداث يناير ان هو ساب البلد ومشي، ولكن هو قال انا هخضع لحكم القضاء، تمام، وهموت وعيش او عشت هموت هتدفن في هذا البلد. فلكن احنا حاليا اذا كنا معا او ضد، احنا لازما نقيد حكم القضاء ولا بديل بعد. تمام. سيادة المستشار، كتير راحوا قالوا ما هو ما قدرش يهرب، ده السؤال اللي بيتردد الايام دي، ما هو ما رضاش يهرب عشان هو عارف ان هو تبع المؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية هيرجع وهيحاكموه، هم بيخافوا على كل اللي هم تبع المؤسسة العسكرية، وبالتالي هيحكموا بالبراءة. لا يا فندم، الكلام ده غير صحيح، لان كانت كل الاكواء، انا السؤال ده قلته لاني كتير اتكلموا في الموضوع ده، وانا حبيت انقل اراء المواطنين على اساس بننقل الصورة كاملة لحضراتكم عشان تفهموا يعني اللبس فين في المواضيع، لان في ناس بتحاول تصدر فكرة والكل بيمشي وراها. فاحنا بنقول كل الاسئلة اللي السادة المواطنين بيرددوها على اساس سيادة المستشار يقول لنا الموضوع صح. كانت كل الاجواء مفتوحة قدامه، وكانت دول عربية مجاورة طلبت منه ان يجي هو اسرته فيها، بدون ذكر اسماء للدول العربيه، سواء السعوديه او الامارات او غيره، تعال هات اولادك وسيده زوجتك وتعالوا هنا عندنا فيما يسمى باللجوء السياسي. لكن هو رفض تلك الدعوات، وقعد في مصر وقال زي ما كده بالظبط. ودي بقى حتة ايه، الحب فعلا لتراب مصر بالظبط. وده بيؤكد فعلا ان الرئيس حسني مبارك وطني من الطراز الاول. كان قدامه ده راجل عسكري، وكان قدامه الطيارة الخاصة بتاعته ان يهرب. قبل منه الرئيس التونسي هرب قبل منه بأيام، لان ثورات الربيع العربي توالت وقتها. تمام. يعني رئيس التونسي ساب بلده وجري على احدى البلاد الاجنبية. الرئيس حسني مبارك قال زي ما ذكر اخ باسم، ان انا مش هترك مصر، انا في مصر وحموت في مصر وحدفن في مصر، وانا لو في اي مخالفات منسوبة ليا القضاء هو الفيصل. والحقيقة كان متواجد باعصاب هادية في كل القضايا اللي احنا كنا بنشوفها. يعني ما ده دل على شيء يا سيادة المستشار، يدل على الرجل العسكري فعلا اللي اعصابه قوية، اللي هو واثق من نفسه، اللي هو مش خايف من حاجة، لان هو ما هو لو مرتكب جرائم او مخالفات كان يقولك لا ده انا عامل كذا، لا اهرب. وبعدين هو حسب الادعاءات اللي قالوا عليها انه عنده 8 مليار دولار في احد البنوك السويسرية، ما حصلش. مفيش ولا جنيه بره. معلش، حتى مصر شكلت لجان للسفر لسويسرا وغيره عشان يدوروا على فلوس، ما لقوش فلوس. مفيش فلوس. الاخوان كانوا بيكهربوا الدنيا عشان الشعب الغلبان يتحرك. لما يقولوا رئيس مصر هرب 8 مليار دولار لسويسرا، الشعب هاج. ليه؟ إشاعة، لكن هو مش عارف الصح والغلط. تبين انها إشاعة مغرضة. هي كانوا متخذين مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار الإشاعات. يعني إشاعة يحطوها الشعب ما يفكرش فيها فيمشي ورا، لان كان قبليها كان في الرئيس الاسبق حسني مبارك كان بيزور مش فاكره فين بالظبط، والشعب قبله بترحاب جامد جدا، وتاني يوم كانت واقفين مظاهره ضده. يعني شعب غريب بجد. يعني لا، هو شعب ايه، ما بينساش ماضيه.
يعني حسن مبارك كان النائب رئيس محمد أنور السادات الله يرحمه، فهو طبعا اختاروا ليه محمد أنور السادات اختاروا ليه؟ لأنه شخصية، ما هو شخصية عسكرية وطنية من الطراز الأول، وكان قائد القوات الجوية، وكان قائد وكان رئيس الكلية الحربية، الكلية الحربية، إذن عنده خبرة عسكرية عالية جدا. وفي بداية حرب 67 الحرب الضربة الأولى هو اللي قادها، حسن مبارك هو اللي قادها، هو اللي ضرب الضربة الأولى اللي بدأت ملامحها في تحطيم خط بارليف، وده كانت بداية الانتصار والتفاؤل للشعب المصري. التاريخ طويل وليه انجازات في فترة انجازات تمت مبارك في خلال المدة بتاعته، فترة حسن مبارك الحقيقة يعني كل واحد ياخد حقه. كل واحد ياخد حقه، ما اقولك رغم كان اختلافي معاه لكن دي حقيقة دامغة. النهاردة البنية التحتية كانت في حالة تهالك، سواء الصرف الصحي، سواء الشوارع والاسفلت والانارات والكباري اللي اتعملت في عصر حسن مبارك، فكت ازمه كبيره داخل القاهره وخارج القاهره. مترو الانفاق اللي اتعمل في عصر حسن مبارك، توسعات عمرانيه، المدن الجديده اللي اتعملت مدن صناعيه كذلك، زي العاشر من رمضان، 6 اكتوبر، مدينه بدر، يعني في مدينه دمياط، دي من ايام دمياط الجديده، مناطق صناعيه موجوده من ايام الرئيس حسني مبارك. تمام. المشروعات دي كلها التوسعات، كانت الحاله الاقتصاديه ممتازه. كان في سيوله نقديه، وكان في فائض لدى البنك المركزي موجود يؤكد ان الاقتصاد المصري سليم وصحيح. انما المشكله الادعاءات الاخوانيه ضد الرئيس، لانه كان ما كانش مديهم فرصه بصراحه، كان كاتم على نفسهم الاخوان. لما جت هم استغلوا ثوره الشباب في 25 يناير، لكن في 28 يناير بدأت بقى الإخوان يظهروا بوجههم القبيح. إزاي؟ بالاتفاق مع حماس، فرق حماس الاغتيالية دخلت على السجون العمومية وعلى أقسام الشرطة والمراكز، وحطمت وكسرت واستولت على الأسلحة في أقسام الشرطة وفي السجون العمومية، وقتلت وأفرجت عن الإخوان اللي موجودين محبوسين، ومنهم محمد مرسي. وشفنا القضية بتاعت محمد مرسي اللي شغالة دلوقتي، وبتطلع منها أسرار رهيبة. يعني هو في سجن ترى، سجن وادي النطرون، ولما خرج مسك الموبايل وكلم الجزيرة، قناة الجزيرة الخنزيرة، يعني أول اتصال بتليفون مشفر إلى الجزيرة. ده يوريك إيه بقى؟ إن خطة ممنهجة كانوا ماشيين عليها. والحقيقه نتيجه الخلل اللي اتحصل ان الشرطه وقعت في هذا اليوم، الشرطه المصريه صح، تم لان حاله غدر حصلت من فرق اغتياليه جايه من حماس، عربيات جايه محمله وبتاع، واستولوا كمان، ده رجعوا ايه بالذخيره والاسلحه اللي موجوده في الاقسام الشرطه، خدوها على سينا على طول، على على غزه، على حماس. يعني حاجه غريبه. يمكن دي ادت انطباع ان الدولة المصرية وقعت في يومها. ليه؟ جهاز الشرطة داخليا مفيش امن. الاسلحة اللي في الاقسام بتاع رجال الشرطة معظمهم هرب بالظبط، لبسوا زي مدني لما حصل، لان كانوا ما بيقابلوا اي رجل شرطة كانوا بيطحنوه بالظبط، يعني كانوا بيطحن في الشارع. دي بقى بعد كده على ضوء الاحداث دي الاخوان قدروا يسيطروا على البلد واستولوا على الحكم، استولوا على ايه؟ الحكم. والشعب المصري شاف سنة كئيبة عام، هي كابوس، سنة كابوس بصراحة على مصر وشعب مصر. والحمد لله الشعب المصري في منه كان متعاطف مع الاخوان، انما بعد الحكاية دي قلب على الاخوان، قلب عليه.
وجت بعد كده بعد السنة الكئيبة اللي استولى فيها الإخوان على الحكم في مصر وشفنا البهدلة فيها إيه. ويمكن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان بيدي تمهيدات قال لهم أنا لو سبت الحكم خلوا بالكم من الإخوان هينطوا على الحكم، وكانت الناس فاكرة إن هو بيقول كده بيخوفهم على أساس خلوا بالكم أنا لو سبت مكاني هيجي لكم الإخوان، والناس ما كانتش مصدقة. والناس جربوا يا فندم أنا لغاية ما هم شافوا الموضوع فعلا وجربوا بالفعل. أنا شخصيا شفت الرئيس حسني مبارك في لقاء صحفي وقال بالحرف الواحد لو حصل حاجة هتشوفوا أيام أسود من السواد. أهو حصل فعلا، إحنا مصريين شفنا أيام في السنة اللي حكم فيها الإخوان أيام سودة بمعنى سودة. كمان مش ننساش إحنا يعني المسيحيين أكتر من 120 كنيسة اتهدمت في سنة على إيد الإخوان والسلفيين بالضبط، ما الاثنين وجهين لعملة واحدة. الإخوان والسلفيين الاثنين وجهتين لعملة واحدة أو عملة ذات وجهين. تمام. نرجع ونقول إيه، إن بعد 30 إن بعد السنة جت ثورة 30 يونيو، الشعب هو اللي عملها بقى. الشعب، ودي ثورة شعبية مش زي ما بيسموها الإخوان وبيطلقوا إشاعات إن ده انقلاب عسكري، لا ده نتيجة فشلهم. قالوا هذا الكلام الفشلة، قالوا ان ده انقلاب عسكري، لا ده ثورة. واحنا شفنا على من خلال دموع الشعب شفنا شفنا يعني 33 مليون مواطن ينزلوا الشارع والميادين بناء على نداء من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا هو نداء ايه ده، نداء ده ده, ده ده انا يعني الحقيقة مندهش ليه، لانه الرئيس السيسي كان وقتها وزير الدفاع وراجل ممثل الجيش، فادى انذار للقيادة لمحمد مرسي ولكل الاطراف ان في خلال 48 ساعة لو ما حلتوش المشاكل دي هيبقى فيه كلام تاني. وقوبل هذا الكلام بتراخي، ليه؟ كان الاخوان متأكدين ان مفيش حد يقدر يقف قدامهم. ان احنا انت بتتكلم في ايه، ده انت ما الا وزير من الوزراء عندنا. خدك يعني ايه، يعني ايه بعد يعني انذار 48 ساعة؟ بعد كده الشعب طلع وظهرت الحركة ما تسمى حركة تمرد. تمرد ايه؟ الشعب تمرد على الاخوان. احنا مش عايزينكم، احنا ايه مش عايزين نشوفوا الشغل. وهو الظهور مع المستشار، ظهور الناس اللي نزلت في الميادين وفي الشوارع وفي المحافظات وفي كل الدنيا ده دليل اثبات لوحده. بس مش محتاج ان هو تأييد للرئيس، لان هم حاسين ان الرئيس قال لهم انزلوا. يعني هو الرئيس قال لهم انزلوا، لا الشعب مفيش حاجه، ده الناس هي اللي وقفت قالت احنا مش عايزين. هنا بقى القوات المسلحه زي ما بنقول كده انحازت لاراده الشعب، وبالتالي الشعب بيلجأ للقوات المسلحة عند أي مشكلة يقول لك إحنا محتاجين القوات المسلحة تتدخل. القوات المسلحة منحازة للشعب دائما، حتى في المشاكل اللي إحنا شفناها مشاكل اقتصادية في بعض السلع، يعني مثلا على سبيل مشكلة ألبان الأطفال هم اللي حلوها. هي مين اللي حلها؟ النهاردة في محتكرين للعلب الأطفال لبن الأطفال؟ لا ما خلاص، لا القوات المسلحة استوردت وبسعر مخفض 50% عن السعر اللي موجود وحلت مشكلة السكر، مشكلة اللحوم، مشكلة التموين. النهاردة القوات المسلحة عاملة عربيات بتنزل الميادين والشوارع والأماكن اللي ذات الشعبية الغلبانة. إنما مش هتروح مكان أهاليهم عندهم إمكانيات يشتروا يعني كيلو السكر نزل من 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 مبلغ كام وصل ل 10 جنيه دلوقتي. بعد سعره كام كيلو؟ 15 و16 و17 كان وصل ل 17 دلوقتي ب 10 كيلو ب 10 جنيه كيلو السكر، وسكر نظيف فاخر مش سكر اللي هو الغامق بتاع هو فعلا في بدايه نزول في الاسعار وديت واضحه على الساحه. فضلا عن الناحيه الاقتصاديه دلوقتي اتحسنت وموضوع تعويم الجنيه المصري والدولار بدأ ينزل، كل يوم بينزل الدولار. هو انا عايزه بس اوضح لحضرتك، هو محتمل المواطنين
ما عندهمش المعلومة بتوصل لهم صح، فبالتالي مش شايفين جدية أو مش شايفين جديد. لكن أنا مع الناس اللي هي بتطالب إن هو يطلع المسؤول على شاشات التلفزيون ويقول لهم يا جماعة إحنا الأيام اللي جاية هنعمل كذا كذا، على أساس يبقى الشعب متابع مع المسؤولين ويبقوا حاسين بالتغييرات اللي بتتم على أرض الواقع، ما يبقاش كله كلام مرسل. وده من خلال قناتكم الجميلة الرائعة دي بالأحزاب السياسية هي منوط بها قسط كبير من التوعية. ولذلك احنا عندنا ما يقرب من 102 حزب، المفروض 102 يشتغلوا في التوعية. توعية مش ثقافية سياسية فقط، لا، توعية اقتصادية، توعية بيئية، توعية سياسية. ما في السياسية ده أساسا، ده السياسية دي أهم حاجة. التوعيات دي، ولذلك احنا عندنا حزب مصر القومي كل يوم في المقر الرئيسي والمقرات اللي في المحافظات ندوات ومؤتمرات وافتتاحات. وبالمناسبة الافتتاحات دي يعني أبشر أهالي دمياط الجديدة إن يوم الخميس اللي جاي ده إن شاء الله قيادات حزب مصر القومي رايحة تفتتح المقر الرئيسي هناك في دمياط الجديدة في شارع البنك الأهلي أو بجوار البنك الأهلي، منطقة المركزية بجوار البنك الأهلي. فإحنا بندعو جموع أهالي دمياط المحترمين الشرفاء الممتازين على المستوى العالم كله، مش على مستوى دمياط فقط، وسمعتهم طيبة لأنهم أصحاب فكر وأصحاب صناعة معروفة. دمياط إنها صاحبة صناعات الأساسات، وبنفتخر بدمياط. فإحنا بندعو أهالي دمياط للحضور في افتتاح المقر إن شاء الله الساعة 6 يوم الخميس القادم. الخميس ده موافق يوم كام؟ 9 فندم. يوم 9/3. و9 دي على فكره جايه كلمه حلوه، يعني احنا بنقول 9/9 في الخير. 9 في الخير، مش كده؟ هو حزب مصر القومي بيسعى في الخير ان شاء الله. والله على بينا والله ان شاء الله. طبعا وقتنا خلص، فيعني كانت حلقه مثمره بالمعلومات الجميله اللي احنا طلعنا بيها من سياده المستشار ومن الاستاذ باسم. في نهاية اللقاء بنشكر سيادة المستشار وفايل بولس رئيس حزب مصر القومي، شكرا لحضرتك. شكرا. وبنشكر الأستاذ باسم صلاح عبد الحميد أمين عام حزب مصر القومي ودمياط، شكرا لحضرتك، نورتنا. وبشكر حضراتكم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.